نروح لتشكيل الاهلي وانا لسه في كاس العالم للانديه. بعد مجموعه الاهلي ما طلعت، الاهلي امام بالميراس، الاهلي امام بورتو، الاهلي امام انتر ميامي في مباراه الافتتاح، والبعض قال ده مجموعه الاهلي سهله وفي المتناول. افضل 32 فريق في العالم مع غياب طبعا اكيد انديه كبيره، لكن بتتكلم في اخر اربع سنين هو ده التصنيف. ده التصنيف. الكابتن عادل اتكلم في الجزء اللي هو المادي، ال 95 مليون انتر ميامي، 230 320 ده اللي احنا بنتكلم فيه ده حاليا. لكن لسه قبل كاس العالم الارقام دي انا متاكد انها تتغير وهتطلع زيت. زي احنا برضو لو 30 لا اكيد مش هنروح بالقيمه التسويقيه بتاعتنا حاليا. مفيش ماتشات اسامه في الكوره اصلا سهله. يعني احنا بنتكلم على ماتشات دوري، ماتشات افريقيا بتزيد صعوبه، ماتشات كاس العالم للانديه هتزيد صعوبه اكتر. كل ده انت بتتكلم في ليفل مباريات هي اعلى، فانت رايح للمستوى الاعلى. طبيعي ان انت تروح بالكواليتي الاعلى. عشان كده خلي بالك التصنيف الرابع انتر ميامي هتكون مباراه الافتتاح كمان اكيد، عشان هو ودي هتبقى مباراه صعبه. مش مباراه سهله. اكيد طبعا امام قفشه ورفاق. زاد كمان يا اسامه الترعيمات اللي ممكن يعملها في الوقت الحالي. الناس بتتكلم على البطوله كانها بكره. البطوله لسه بنتكلم في ست شهور لسه بدري، فاحنا مش عايزين نفكر في رقم سته واحنا لسه النهارده. ده محطات مهمه طبعا، واقولها النهارده اللي وصلك لكاس العالم للانديه بطولات افريقيا. صح. واحنا النهارده واحنا موجودين في الاستوديو عشان خاطر مباراه للنادي الاهلي في دوري المجموعات بطوله افريقيا. ولكن هو شرف لاي اهلاوي تسمع وتشوف في لرعه اسم النادي الاهلي. وطبعا ولكل الانديه العربيه. لكن النادي الاهلي كان موجود في كاس عالم للانديه 2005. كان فيها حاجه من اللي هو مش هقول ان هو فيها جزء من الظلم. ان بطل اوروبا مستني المباراه النهائيه ويمشي قبل النهائي والنهائي. النهارده لا، النهارده في عداله، في عداله في 32 فريق كبير محترم، في منافسه، في مجموعه ايا كانت المجموعه. مفيش مجموعه سهله، 8 مجاميع وسام، مفيش اي مجموعه فيها تقدر تقول دي مجموعه سهله مين هيعدي. حتى الفرق الكبيره، الفرق العربيه، الفرق الاسيا، كل الفرق اللي موجوده كلها ماتشات قويه جدا. المهم مباراه الافتتاح، رغم ان احنا بنتكلم على مباراه بعد ست شهور من النهارده او سبع شهور من النهارده. دكتور احمد، واحنا بنتكلم الكابتن عماد النحاس بيتكلم عن مباراه الافتتاح، تاريخ جديد بيكتب للنادي الاهلي انك تكون موجود في مباراه الافتتاح امام انتر ميامي في امريكا. العالم كله بيردد مباراه الافتتاح الاهلي امام انتر ميامي، واكيد دي حاجه يعني قيمه تسويقيه كبيره للنادي الاهلي. طبعا الاهلي في حته ثانيه يا كابتن اسامه. الاهلي بصراحه يعني هو الهرم الرابع في مصر النادي الاهلي. احلى حاجه في القرعه واحلى حاجه اتعملت، ده اللي انا كنت بتمناه قبل القرعه، ان الاهلي يقع في مباراه الافتتاح. ليه؟ لغرض تسويقي، وده اللي النادي الاهلي لازم يشتغل عليه. انت النهارده شوف كام قناه هتذيع كاس العالم للانديه ده، شوف كام دوله هتنقل كاس العالم، كله هيقول ايه؟ مباراه الافتتاح ما بين مين ومين؟ هيقولوا انتر ميامي وهيقولوا الاهلي. الاهلي المصري. واحنا لازم من دلوقتي نفكر في افكار تسويقيه في خلال الشهور اللي جايه دي، ازاي نستغل ماتش الافتتاح ده؟ ازاي ان انت تسوق للنادي اكتر؟ ان انت اسمك ينتشر في الدول العالم اكتر؟ وده حاجه بصراحه يعني حاجه مكسب كبير جدا يعني. يا عم ده بيتقال الاهلي بيتجامل وهو اكتر رعايه. تخيل النهارده وانت في كاس العالم للانديه بنسخته الجديده ومكمل المشاركات دي، هيسيبوا النادي الاهلي في حاله؟ لا، ولما طلع رقم ال 50 مليون الدنيا تحس ان الدنيا اتغيرت. الارقام بالمناسبه هيتم الاعلان عن العوائد الماليه لكاس العالم. يعني كل الارقام اللي بتتقال اجتهادات، لكن الارقام الحقيقيه ان شاء الله هتكون بعد اسبوع من قبل الاتحاد الدولي. ومن المعلن يعني او من الاخبار المتداوله ان هيكون كل فريق من الممكن ان يتناول في البدايه 9 مليون دولار. طبعاً. فدي حاجه يعني حاجه جميله جدا ان النادي الاهلي وقع في مباراه الافتتاح. الاجمل كمان الكلام بقى اللي اتقال على النادي الاهلي والتقديمه اللي اتقالت على النادي الاهلي، ان العالم شايفه ازاي. هنا ممكن في مصر يشككوا ويعملوا، شوف العالم بقى شايفك ازاي، شايفك ان انت نادي القرن. حتى قال لك ان النادي الاهلي لسه كسبان في الانتر كونتيننتال. الناس اللي كانت بتشكك في بطوله الانتر كونتيننتال، الفيفا نفسه يقول لك مش معترفه من الفيفا، ادي الفيفا نفسه بيقول ان النادي الاهلي حاصل على كاس القارات الثلاثه قدام الناس كلها، قايل ان هو نادي القرن. بس اهم حاجه، اهم حاجه طبعا القرعه مش سهله،
لان كل الفرق دي هتدعم. انت لما بتقابل بالميراس البرازيلي دي فرقه قويه جدا بتنافس على الدوري البرازيلي لغايه اخر لحظه مع بوتافوجو، فرق 3 نقط ما بينهم، فريق قوي جدا. بورتو البرتغالي اكيد هيدعم، وفريق طبعا بينافس برضه 151 مليون يورو قيمته التسويقيه، وبينافس على الدوري البرتغالي، فرقه دايما بتصدر مواهب كتير لاوروبا بره. فانتر ميامي بالرجل الاعمال اللي ماسكهم، المليونير اللي ماسكهم، يعني راجل رهيب ومعاه اكيد هيدعم، عنده ميسي، عنده بوسكيتس، عنده البا، عنده سواريز، جايبين لعيبه كتير يعني في الفرقه دي. فلا يعني القرعه بالتاكيد يعني قرعه مش سهله قوي، وبرده مش عايز ان احنا نقول عليها صعبه قوي، يعني هي مش سهله قوي ومش صعبه قوي. ليه؟ لان انت ما وقعتش برده مع ريال مدريد، مع مانشستر سيتي، مع الفرقه دي، بس لازم تستغل الحدث، تستغل ان انت في مباراه الافتتاح. النادي الاهلي دايما بيحطنا في اماكن تشرف بصراحه مصر، النادي الاهلي هو يعني دايما دايما فخر مصر، ولازم نستغل مباراه الافتتاح.